عم نشوف الوطن العربي في الآونة الأخيرة إنه الكوميدي انتشر. هذا شيء حلو جدا لنا، لأنه من خلال الكوميدي بنقدر نغير الواقع مش نهرب منه. لأنه للأسف الناس كلها اهتمت بالأنانية والمصالح والاهتمام الشكلي. أنا هلأ حاب أحكي الكلام الموجود في قلبي وجواي وفي قلب وجوا كل واحد فيكم. أنا بدي أبكي، بدي أبكي على الإنسان اللي بيميز بين الأديان والألوان. بدي أبكي على الإخوان اللي رموا أخوهم جوعان. بدي أبكي على هذا الزمن اللي الجاهل فيه صار فهمان والعالم فيه صار غلطان. بدي أبكي على هذا الزمن اللي البطل فيه بصير جثمان أو بضل عايش بس جبان. بدي أبكي على هذا الزمن اللي صار فيه للدم أسعار. بدي أبكي على هذا الزمن اللي صار فيه الأحرار تحت الحصار. بدي أبكي على هذا الزمن اللي الحياة فيها صارت للكبار والألم للصغار. بدي أبكي على هذا الزمن اللي أسرانا فيه بكونوا خيار وحريتهم بدها قرار. بدي أبكي على الطموح اللي مات وخلى أردننا طفران. بدي أبكي للي حاول يبدع كان في إبداعه ندمان. بدي أبكي للمصالح اللي تفجرت وعملت في العراق بركان. بدي أبكي للعرب اللي تركوا الصومال عطشان. بدي أبكي على فلسطين نسينا قضيتها من زمان. بدي أبكي للسلام. بقدرش ابكي يا عزيز. Thank you.
الكوميدي للصراحه.